قضية حقوق الإنسان التي هي نتيجة واقع الاحتلال المغربي ووضعية تنحو نحو الخطورة وبتقارير المنظمات الحقوقية الدولية والمراقبين تضاعفت الجرائم. وفي تقريرنا الذي أنجزنا كمنظمة كوديسا الذي يغطي سنتي 2021 و2022 وقفنا في حدود إمكانياتنا الذاتية على الطابع الممنهج لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة والتهجير القسري، ولكن هناك ما هو أخطر وهو استهداف فئات المدنيين الذي يحظر في القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الأربعة أثناء النزاعات استهداف فئة المدنيين باعتبارها فئات غير معنية بالمواجهات العسكرية وفئات هشة. والاحتلال المغربي منذ تجدد المواجهات العسكرية استخدم الطائرات المسيرة والقنابل الفتاكة في استهداف المدنيين وغيرهم من السجناء الذين تم تشتيتهم في إطار سياسة عقابية للاحتلال المغربي على السجون المغربية واستهداف حقوقهم وإبعادهم عن عائلاتهم بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، وهو ما يشكل جريمة اختطاف، فضلا عن وجود جدار عسكري، جدار التقسيم الذي يفصل بين الشعب الصحراوي شرق الحزام وغرب الحزام، وهذا الجدار الذي يصل طوله إلى 2600 كيلومتر ومليء بأكثر من 10 ملايين من مختلف الألغام. الاحتلال المغربي يصادر نمو ويعيق تطور حركة المجتمع المدني الصحراوي، وبالتالي لا يسمح بأي هامش لممارسة أي حق من الحقوق الأساسية لنا كمنظمات في ظل مخاطر لا حدود لها تصل أحيانا إلى التهديد بالحق في الحياة، وهو أقدس حق، والمساس بالأمان والسلامة الشخصية للمدافعين واستهداف مورد العيش ومحاولة دفعهم للجوع في إطار فرض الولاء والإذعان لسياسة الولاء وللتماهي مع موقف الاحتلال المغربي. ما حدث مؤخرا من خلال حرق وتدمير الممتلكات الخاصة للمدنيين الصحراويين كمساكن على طول الساحل الأطلسي بمدينة العيون وبجدور والطرفاية ومدينة إقليميم في إطار الحدود التاريخية للصحراء بغرض تفويت هذه الأراضي وهذه السواحل لشركات أجنبية وللكيان الصهيوني بغاية التغيير الديمغرافي لإقليم الصحراء الغربية ولإنهاء والقضاء على الشعب الصحراوي بحكم على أنه قليل العدد، وهو ما يشكل بالنسبة لنا منعرج
جديد وخطير في يعني الذي تعيشه القضية الصحراوية في مواجهة الاحتلال المغربي. الاحتلال المغربي يدير الظهر للشرعية الدولية، يقوم بجرائم مناقضة لحقوق الإنسان الدولية، لأنه يرفض تطبيق القانون الدولي الإنساني وبروتوكولاته وملحقاته المرتبطة ب يعني المركز القانوني لإقليم الصحراء الغربية، على اعتبار أنه إقليم يعيش تصفية استعمار لم يستكمل حسب تصنيف الأمم المتحدة. غياب أي محاسبة أو مساءلة من قبل الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان والهيئات القضائية شجع الاحتلال المغربي وشكل غطاء للمزيد من ارتكاب الجرائم والاستمرار في ارتكابها، التي تضاعفت بشكل ملفت وخطير بعد استئناف الكفاح المسلح من قبل جبهة البوليساريو وتجدد المواجهات العسكرية بتاريخ 13 نوفمبر من سنة 2020. نحن نناشد المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية بالعمل على إرغام النظام والاحتلال المغربي من أجل احترام الشرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وإيقاف نهب الثروات الصحراء الغربية وخلق آلية دولية لحماية المدنيين الصحراويين، وفي مقدمتها إنشاء مكتب وبعثة للجنة الصليب الأحمر الدولية وزيارة المنطقة وتكثيف هذه الزيارات لفك الحصار المضروب العسكري والإعلامي والأمني على الجزء المحتل من الصحراء الغربية.